طلب الدكتور محمد غنيم عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية بضرورة تقليص الأعداد المقبولة بالجامعات تدريجيا لتبلغ حوالي 40% فقط من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بناء على دراسات إحصائية دقيقة ومستقبلية، كما اقترح أن يتضمن امتحان الثانوية العامة اختبار قدرات بنسبة محددة تضاف إلى المجموع الكلي، وبناء عليه يتم توزيع الطلاب على الكليات من مكاتب التنسيق. وأشار غنيم خلال كلمته بجلسة استماع لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة تطوير التعليم الجامعي إلى أن الأساس في التعليم الجامعي بالجامعات الحكومية هو المجانية. تفاصيل